أسرار التداول تكشف لنا عنها حسناء الطالب محللة مالية ومستثمرة. صباح الخير. صباح النور. تم ترشيحك كأصغر مليونيرة من قبل ذا ريتشيس في فلوريدا وأيضا أفضل متداولة في أسواق ناسداك. كيف أصبحت مليونيرة في عمر 23؟ أنا بلشت التريدين أو الستوك ماركت في عمر كتير صغير لما كان عمري تقريبا 17 سنة. بلشت ب $1,000 أنا وماي بزنس بارتنر كريس. بلشنا أول إشي إنه بلشت كتير أخذت وقت طويل اللي تقريبا سنة وأنا عم حاول إنه أكتشف الأسواق المالية كيف ممكن أتداول شو البلاتفورمز اللي لازم أستخدمها. أخذت لي سنة عشان to decide شو بدي. رغم إنه المبلغ صغير مبلغ كتير صغير $1,000 أنا استخدمته اشتريت إشي we call it penny stocks اللي هي الستوكس أقل من $10. كنت عم بشتري وببيع اللي هي day trading. كنت بسوي day trading every day والswing trading اللي هي تقريبا كل days ببيع بشتري ببيع كل 2 days or 3 days. تاني إشي اللي هي كتير أخذت منتور أو أخذت coach اللي هو علمني على هذا الإشي قبل لأني أفوت عشان to have إنه safety. وتالت إشي عرفت شو الاستراتيجيات اللي بدي إياها. يعني شراء أسهم صغيرة حسيتي هو استراتيجية الأفضل بالنسبة لي. كانت هاي واحدة من الاستراتيجيات هي شراء الأسهم اللي هي قيمتها أقل من $10. تاني إشي اللي هي استثمرت بفراكشنال شيرز بنسميها فراكشنال شيرز اللي هي مثلاً هلأ سعر أمازون is $3,000 ممكن تشتري بارت من هذا الشير. سو أنا استخدمت تقنية الفراكشنال شيرز. وثالث إشي اللي هي الـ ETFs. الـ ETFs إنه ما بتعرفي شو الستوكس اللي بدك تشتريهم بتشتري باسكت فيها كل الستوكس. let's suppose إنك بدك تشتري أمازون نتفليكس فيسبوك. إذن هاي أفضل استراتيجية إذا أشخاص يرغبون في التداول ودخول عالم الاستثمار دون أخطار. يعني بالنسبة لي هذه اشتغلت. وأكثر أقوى واحدة اللي هي earnings winners. earnings winners اللي هي مثلا شركة بتعلن منتوجها مثلا in the future أو بتعلن deal إنه رح سوي in the future. أنا بشتريه من قبل بعرف إنه مثلاً Apple will launch a new phone. So بعرف إنه it will launch a new phone بشتري أنا من قبل وبعدين ببيعه. ما الذي يجعل الأسهم ترتفع وتنخفض؟ ارتفاع الأسهم ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها based on a lot of things. أول إشي اللي هي البرفورمانس تبع الشركة. إذا الشركة عم تدخل فلوس طبعاً إنه الناس صارت إنه هي شركة قوية رابحة. شركة رابحة سو الناس عم تشتري وعم تبيع. تاني إشي اللي هي الناس اللي موجودة أو المتداولين اللي موجودين في الماركت. إذا الناس عم تشتري وعم بتبيع بالسهم بيطلع كتير أو إذا الناس كتير عم تشتري. ثالث إشي اللي هي النيوز مثلا إذا بناخده بعين الاعتبار مثلا تسلا الأخبار والشائعات أكيد الأخبار والشائعات. إذا بناخد مثلا تسلا بناخد إيلون ماسك. هلا إيلون ماسك بتويت واحد بيقول إنه بكرة we will launch something new. هذا النيوز بتخلي السعر تبع الستوك يرتفع. so هو is using his word الأسهم الرابحة تسلا نعم عشان تطلع. إذا حكى إشي bad for the media مثل الأشياء اللي كانت صارت من قبل كان حكى أشياء على الويد مويد وهيك so هذا خلى السعر ينزل. so هدول النيوز بيأفكت الستوك. وأشياء ثانية مثل الإيكونومي مثل البوليتكس والسيتويشن تبع الدولة. من خلال خبرتك كمستثمرة متى يبدأ الشخص بالتداول؟ ببلش بالتداول أول إشي أنا اللي بشوفه كتير صحيح إنه الواحد ياخد وقته ليتدرب ويعرف شو الاستراتيجية اللي بده إياها. يعني ما يفوت. أنا كتير بشوف ناس بيقولوا لي حسنا please can you help us إنه نفوت العالم هذا. بس لما بتشوف هذا الشخص بتلاقي إنه بده يفوت للستوك ماركت بس عشان بيفكر إنه لا إذا فات اليوم بكرة رح يشتري لامبورغيني. it doesn't work like that. هي كتير لازم education dedication. لازم كتير تعرفي شو استراتيجية اللي بدك إياها. بدك تشتري هلا تبيعي بكرة ولا بدك تستثمري. هذا مش تداول هذا اسمه استثمار. تستثمري للlong term وشو اللي بدك إياه exactly وشو الغرض من الستوك تريدين. 10 ثواني في انتعاشة ومتوقعة في الربع الثاني من هذا العام في أسواق المال. هل تنصحين بالتداول في هذا التوقيت؟ الكورتر الأول والكورتر الأخير في كل سنة بيكون هم أحسن الكورترز لأنه الشركة في آخر الكورتر بتكون بتسكر الميزانية تبعها وفي أول سنة بيكون لسه مبين يعني أنه لسه معاها يعني انتعاش في الكومباني. سو هدول الوقت بيكون كتير ممتاز للتداول.